السلام عليكم اخواتي، من جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين في احسن الاحوال والظروف. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. خديتكم معايا في واحد الخرجه صغيره. في هذا الصباح كنت ديت الوليدات المدرسه، وخرجت انا والزوج ديالي هكا نفطروا مجموعين. فطرنا هنايا في هذا الكافيه هادي، ومن بعد تمشينا شويه. المهم كان تغيير جو، مده هادي ما درناش بحال هكذا، فجات المناسبه. وفي نفس الوقت البنات في هذا الفيديو غادي نهضروا نتناقشوا هكا في شي موضوع. وجاني البنات انسب موضوع ممكن نهضروا فيه في هذا الفيديو بالذات، سر من اسرار السعاده الزوجيه، او للحياه الزوجيه اللي كتكون سعيده. يعني هذا اللي غادي نهضروا فيه واحد من الاسرار اللي هو مهم جدا، وهو الصداقه بين الزوجين. يعني ما المفروض ان اي زوجة تعتبر راجلها تعتبره صديقة، والزوج كذلك يعتبر زوجته صديقته، لانها شراكة اللي كتدوم عمر طويل. فبالتالي ملي كتكون واحد الصداقة جامعة بيناتهم الى جانب المودة والرحمة، فكتكون عشرة على اساس، وكتكون زوينة بزاف. الزواج السعيد هو اللي كيقوم على صداقة عميقة. فالصداقة كترتكز بشكل عام على واحد عاملين أساسيين، اللي هما الاستمتاع بالصحبة والمساندة في الأوقات الصعبة. فالصديق اللي كتكوني فرحانة هكا بالصحبة ديالو في وقت الرخاء، ولكن ما كيحميش ظهرك من تغير الأحوال ديالك، هذاك ما تيكونش صديق. كذلك الصديق اللي كيوقف بالجانب ديالك في المحنه ديالك وكيدعمك، ولكن ما كتلاقاوش في الاهتمامات، وما كيكونش واحد التواصل بيناتكم وتفاهم، فكذلك هذا ما تيكونش صديق. اذا صراحه الصداقه من اعظم المنح في هذه الحياه وانذرها. وبما ان الصداقه من اعظم المنح في هذه الحياه، فانها كتزاد بهجه مني تيكون شريك الحياه ديالك صديق مقرب. فالازواج الاصدقاء كيتغلبوا على الملل من طول العشره، وكيساندوا بعضياتهم في السراء والضراء، وكيتاخذوا قرارات مع بعضياتهم بواحد السهوله، وما تيكونش واحد فيهم عبء على الاخر عاطفيا. التواصل الجيد هو أساس كل علاقة ناجحة، وعلى رأس هاد العلاقات العلاقة الزوجية. فما يمكنش واحد العلاقة الزوجية تكبر وتقوى الصداقة اللي بيناتهم وهما ما كيتحدثوش بيناتهم، وما كيتشاركوش الهموم اليومية والأحداث ديال اليوم، وكل واحد فيهم يسمع الآخر بإنصات ويشاركوا شنو عنده. فضروري هذا نوع من التواصل. واحد اهم جوانب التواصل الفعال اللي كيكون ما بين الزوجين هو التعبير عن المشاعر بكل صدق. فواحد ما يخليش الاخر يبقى يخمن ويبقى في واحد الحيره، ويبقى يقول واقيله واقيله واقيله، فهمتوني؟ فخصوصا ان الرجال البنات غالبا ما كيعرفوش يتواصلوا الا بشكل مباشر، فما يمكنش ليهم يفهموا بعض المرات فقط من تلميحات. فلذلك الزوجة الذكية هي اللي توصل اشنو بغات توصل لزوجها بطريقة مختصرة ومؤدبة ومباشرة. زوينة الكريسة هو.
في ضوء الحياة السريعة اللي احنا فيها حاليا والضغوطات ديالها اللي كتفرض الغياب الزوجين على بعضهم، فكتبقى المكالمات والرسائل بأشكالها المختلفة أداة فعالة لاستمرار التواصل. ولكن باش ما تحولش هاد الأداة هادي باش ما تحولش إلى مصدر للضغط والخلافات، فخص كل واحد من الزوجين يعرف يختار الأوقات المناسبة ويحاول يتفهم عدم قدرة الآخر على سرعة الرد. في بعض الأحيان يعني سيكون مشغول ولا هذا، فالواحد يعني ياخذ بعين الاعتبار ويقدر هاد القضية هادي. مني هضرنا دابا على التواصل، غادي نهضروا على المشاركة بين الزوجين. علاقة الأصدقاء باش تكون قوية وتستمر لسنوات طويلة بنفس الشغف، خاص ضروري تكون اهتمامات مشتركة. هاد الاهتمامات هذه هي اللي كتقرب ما بين هاد الصديقين وكتمنحهم واحد الشعور بالمشاركة والاهتمام فيما بينهم. فباش تخلي مساحة الاهتمامات اللي بينك وبين الشريك ديالك تكبر، خاصك تخلقي مساحات جديدة وتبداي او تحاولوا ما امكن انكم تمارسوا هوايات مع بعضياتكم، اي حاجه هكا يا زوينه اللي كتعجبك وكتعجبوا في نفس الوقت ديروهم مع بعضياتكم، بحال مثلا مشاهده برامج او الافلام، مثلا زياره مكان ترفيهي كيعجبكم بجوج، تبادل قراءه الكتب اللي كيعجبكم بجوج، ممارسه رياضه ما هكذا، خروج، اي حاجه بحال هكذا اللي كتلقاو نفسكم فيها بجوجكم مستمتعين فيها في نفس الوقت. كذلك خاصكم الاحترام الاهتمامات ديالكم المستقلة، كل واحد يحترم الاهتمام ديال الآخر اللي ما عندوش هو، ولكن يحترم داك الاهتمام اللي عند الآخر ويخلي له واحد المساحة فين يمارس دوك الاهتمامات ديالو. وما فيها باس أن أحد الزوجين يشارك الزوج ديالو في دوك الاهتمامات اللي خاصة اللي كتعجبو، واخا تكون هو شخصيا ما كتعجبوش. باش نقرب لكم الصوره ونعطيكم مثال، مثلا انا شخصيا ما كتعجبنيش كره القدم، كنتفرج فيها فقط الا كان المنتخب المغربي لاعب، فقط ممكن نتفرج فيها، وغالبا يعني حتى الا ما تفرجتش ماشي مشكل عندي. ولكن بما ان الزوج ديالي كيحماق على كره القدم وتيبغي يتفرج في حالك المباريات وداكشي، بعض المرات ما فيها باس كنت نازل نصيب هكا القليه اللي هي الضره ونجلس معاه ونبدا نسول فيه شكون اللي ربح، شكون اللي هذاك شنو سميتو، علاش هذا دار هكا، علاش داك الخطا. المهم تنجلس معاه ونتحاور معاه ونهضر معاه ونشاركو ديك المتعه اللي هو متمتع بها. فهذا مثال بسيط. كذلك نفس الامر بالنسبه له، يعني غالبا كنعرفوا الرجال ما كيعجبهمش يدوروا ويتساروا ويدخلوا المحلات التجاريه، ولكن ارضاء ليا راه شحال من مره تيدخل كيتنازل ويدخل ويدور معايا ويختار معايا شي مرات، فما فيها باس. هكذا كتكون واحد العلاقه صداقه ما بين الزوجين وكتقوى وكتطول العشره. وما نساوش المرح بين الزوجين، فما كاينش صديقين ما كيكونش بيناتهم واحد المتعه والمرح والتفليه كيف كنقولوا حنا والضحك والنشاط، ضروري هادشي يكون ما بين الزوجين. فخص كل واحد منهم يكون عنده القدرة على المزاح وإدخال السرور على الآخر، باش هكذا الوقت بيناتهم تيدوز سريع وممتع. وكذلك تقبل عيوب الشريك، فتقبل العام وعدم التركيز على العيوب هو حتى هو من أساسيات نجاح العلاقات عموما وخاصة الزواج. فما يمكنش علاقة تستمر وواحد الطرف هكا قريب من طرف الآخر، ولكن واحد ديما كيجيجي الآخر وديما كيشوف غير عيوبه. فهنا ما خصناش نركزوا على العيوب، وإنما نركزوا على الإيجابيات وكل ما هو زوين في الطرف الآخر. وما نساوش مساندة الأزواج لبعضهم في أوقات الضيق، يعني هذه مسألة ضرورية ضرورية، والصبر بيناتهم والتفاهم.
البنات كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم، كنتمنى ان الفكره تكون وصلت، كنتمنى لكم السعاده والخير والهنا في حياتكم فين ما كنتو مع من ما كنتو، كنتمنى التوفيق لكل وحده فيكم، كل وحده فيكم كنتمنى ان امانيها كلها تتحقق باذن الله. خليتكم في امان الله ونضرب لكم ان شاء الله موعد في الفيديو القادم بحول الله. بسلامه.